مرحبا، يا رب تكونون بخير. جولتنا اليوم داخل العاصمة طهران، خليكم وياي. منتزه باغ إيراني الواقع بمنطقة دهذنك يتميز بطابع المعمار الإيراني المصمم على نمط القصور القديمة بإيران، وتقدر مساحته 3 هكتار، ويحتوي على أنواع عديدة من النباتات مثل الأشجار الطويلة وأنواع الزهور الملونة، وتعيش به بعض الطيور الحلوة. ويشمل هذا المنتزه على أماكن للتصوير ومقاعد ونافورات ومكتبة لقراءة الكتب. ويستضيف المنتزه مهرجان الزنبق كل عام بالربيع، وبساحة لنزهة الأطفال وساحة للرياضة، وإضافة إلى غرفة الصلاة. أفضل موسم ممكن تزورون هذا المنتزه الحلو هو الربيع، لأن بالربيع تتفتح الأزهار وتظهر الطبيعة جمالها الساحر اللي كان مختفي بالشتاء. إذا سافرتوا طهران وما كنتوا تعرفون وين تروحون تقضون وقت حلو، أنا أقترح عليكم منتزه باغ إيراني. أتمنى استمتعتوا بهذه الرحلة، ويا ريت تشاركون الفيديو ويا أصدقائكم. نهاركم سعيد.